محمد، نشر ناشطون صورا لوقوع الحادث لأعداد من الزوار فاقدي الوعي على الأرض بينما يحاول آخرون إسعافهم. هل هؤلاء من انتشرت صورهم هم الضحايا أم ضحايا جديدة تم الإغماء عليها ولا نعرف تفاصيل حولها؟ لا، هذه الصور أو هذه الفيديوهات التي نشرت للذين أغمى عليهم، هؤلاء كانوا داخل الصحن، صحن المرقد، وبالتالي هؤلاء وقعوا نتيجة الزحام الكبير، تم الإغماء أو أغمي عليهم لأنهم لا يستطيعون تحمل الجو، حرارة الجو، وأيضا عدم وجود كمية كبيرة من الهواء وإلى آخره، خصوصا أن المنطقة تبدو مطوقة أو مغلفة بالكامل. لكن يعني ما حدث هو تدافع خارج المرقد، هذا خارج المرقد الذي وقع التدافع فيه ووقع في الضحايا. أما هؤلاء الذين أغمى عليهم فهم داخل المرقد. هؤلاء تم السيطرة على هذه الحادث بسرعة كبيرة لأن داخل المرقد توجد العديد من مراكز الإسعاف السريعة، حتى خارج المرقد توجد يعني مراكز إسعاف سريعة لكنها غير كافية للأعداد الكبيرة التي تدافعت على مدينة كربلاء. طيب محمد، من الجيد أنك أوضحت هذه النقطة فيما يتعلق بالصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا توضيح مهم منك، لكن دعنا نتحدث عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الداخلية العراقية في مثل هكذا حوادث. ما الذي يتم فعله أولا؟ أولا بالنسبة لوزارة الداخلية أنها تقوم بإخلاء الجرحى وإخلاء القتلى، وأيضا زيادة عدد الممرات التي تقطع، بالنسبة لأن في المدينة تقطع العديد من الممرات يعني لتأمين المنطقة من الناحية الأمنية. كان يجب على وزارة الداخلية أن تفتح الكثير من الممرات، وبالتالي دخول هؤلاء الزائرين وخروجهم يجب أن يكون من سيارية كبيرة، لأن كما قلت أن عملية هناك مراسيم تسمى ركض التواريج، وهي عملية ركض أو هرولة كما يطلق عليها. هذه العملية وصلت إلى مراحل زحام كبيرة بحيث يعني أن الزائرين لم يستطيعوا حتى المشي، وبالتالي كان على وزارة الداخلية أن تفتح تلك المناطق. هي الآن فتحت تلك المناطق التي كانت قد أغلقت، أيضا رفعت العديد من نقاط التفتيش التي داخل المدينة، التي يعني بحسب اعتقاد الزائرين ليس لها ضرورة كبيرة أن تؤمن المدينة من الخارج أفضل من أن تؤمن من الداخل. لكن بكل الأحوال أيضا فرق الدفاع المدني المستنفرة هناك لا تكفي لهؤلاء الزائرين، إضافة إلى أن المفارز الطبية أغلبها ليست مفارز حكومية فقط، هناك مفارز طبية تابعة للعتبة الحسينية أو العباسية أو حتى من المتطوعين، وبالتالي كان على وزارة طيب محمد وزارة أريد أن نفهم جزئية مهمة، يعني تعد ركضة طويرج أو طويرج هي أسلوب يستخدمه المحتفلون هناك، ومن ثم يقومون بحرق الخيام، يعني وهذه تعتبر النقطة النهائية لإحياء ذكرى الواقعة في تلك المنطقة. نعم. الذي سيذهبون لإحراق الخيام هناك، هل تم تأمينها؟ هل وزارة الداخلية قامت بعمل اللازم حتى لا يتكرر ما حدث في هذا الأمر؟ وائل، بالفعل كانت في السنوات السابقة هناك عملية تنظيم تجري في مسألة ركضة طويريج أو حتى في مسألة حرق الخيام، وبالتالي كانت قطاعات الأمنية ووزارة الداخلية وأيضا الاستخبارات المحلية تنتشر قرب تلك المناطق وتؤمن للزائرين مسألة إخماد الحريق بعد وقوعه على اعتبار أنه من المراسيم، وأيضا تنظم دخول وخروج المشاركين في ركضة طواريج. هذا العام لم يكن هناك تواجد كبير للاستخبارات أو حتى للقوات الأمنية في تلك المناطق، وبالتالي لم يستطيعوا السيطرة عليه. يعني نعم محمد فاضل، كانت تجرى في منطقة واحدة هذه العام، أجريت في عدة مناطق، ونحن نشاهد هذه الصور الأولى التي وصلتنا لهذه الحادثة، وبالتأكيد تابعنا معك كل جديد فيما يتعلق بهذه الحادثة. بالتأكيد سنعاود التواصل معك في نشرات قادمة لمعرفة المزيد حول هذا الحدث. محمد فاضل من بغداد، شكرا جزيلا لك.